يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع السترة أمام المصلي المنفرد؟ نعم، وضع السترة سنة مؤكدة، فيضع السترة أمامه إذا كان يصلي منفردا أو إماما، يضع أمامه سترة، هذا سنة مؤكدة، وهذا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، يصلي إلى سترة، وأمر صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. نعم.